السلام عليكم البنات والميمات. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد نديرو الحريره، وانا عارفه كاع العائلات المغربيه تحدقات تبارك الله، ولكن كنبقاو هازين الهم لهاد المعدنوس والقزبر والكراف. ودابا كاينه هاد لاباري هادي كتساعدنا بزاف ومكنضيعوش الوقت، وكنديرو حريره طريه احسن ما نقردوه قبل نديروه في المجمد، لان المذاق ديالو وريحته ما تيكونش طري ملي تيكون في الفريكو عاد ديريه في الحريره، من احسن هكا احسن. ويمكن لك دوزي حتى في مولينيكس انك ما تطربهش بزاف، ديريه مع شويه د الماء، ويمكن انك ديري حتى البصله حتى هي دوزيها في هاد لاباراي اولا في مولينيكس. على بركة الله نعطيكم مقادير. عندنا قزبور، عندنا قزبور بالعدنوس والكراف، سمتحونين بصلة وحدة، كيلو مطيشة، ربع ديال الحمص، ثلاثة المعالق كبار ديال المطيشة، ثلاثة ديال المعالق ديال شعرية، زلافة ديال الطحين، أربعة ديال اللحم، عندنا الملحة، سكنجبير، خرقوم، نص بزار، نص معلقة، وشوية ديال القرفة. كنقطعو البصلة طريفات وكنديرهم في هاد لاباراي، كنطحنوها اللي ما عندوش يحكها بالحكاكة قبل دوزيها في مولينيكس وبشوية د الماء، ومن بعد كتزيد الربيع وكطحني شوية بشوية باش ما يجيش الربيع مالس بزاف. هادشي اللي دوزتي في مولينيكس كنتي في هاد لاباراي راه كيجي هو هداك. كتزيدي شوية د الماء في هاد لاباراي باش البصلة كتطحن مزيان بحال اللي غتحكيها. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse than you check the time. بعد ما طحنا البصلة كنوضعوها في الطنجرة هذه، كنزيد عليها الحلمة، وكنزيد الحمل اللي عندنا والربيع، وكنحتفظوا بشوية ديال القزبور حتى التالي، والحمص كنزيدوا شوية ديال الماء. كنزيدو التوابل ديالنا والماء، وكنعمرو الطنجرة بالماء ونديروها الطبخ تايطيب بالحمص. دابا ندوزو المطيشة. المطيشة كنختارو مطيشة طويلة وأولا لي سوغيس طويلة، هادي كتجي زوينة في الحريرة وكتبن منها مفيهاش ديك زرعة غليظة، إما الأخرى لي دايرة هاديك ديال شلاضة، هادي كتجي في حريرة واعرة وكتسرع لك الحريرة. ويمكن لك ديري حتى المطيشة ديك سوغيز طولة حتى هي مزيانة. المهم غادي نزيدو فيها الماء ونديروها الطبخ حتى طيب لنا مطيشة.
ومن بعد كنطحنوها بهذا الطراب الكهربائي حتى كتطحن مزيان مزيان، ومن بعد كنصفيوها بالصفاية باش كتحيد داك الجليدات ديال الطيشه. هانتوما كتشوفوا الجليدات اللي بقاو، من بعد كنزيدوا طماطم مركزه على ديك المطيشه اللي طيبنا، كنبداو نحركوها مزيان حتى تذوب ما تبقاش مكوره. وكنزيدوها في الطنجرة ديالنا وخلوها تطبخ مزيان، وكندوزو الفورص ديالنا حتى هو كنزيدو عليه الماء وكنطحنوه بالطحان الكهربائي حتى يتسلق مزيان، وكنصفيوه باش ما تبقاش حبيبات مكورين. بعد ما كتكون الحرارة ديالنا طلعت الطبخة كنزيدو الطحين ديالنا وكنحركوه مزيان، الا لقيتوها قاصحة كتزيدوها الماء طايب، لقيتو هي ديك صافي، وكل واحد وكيفاش كيبغي الحرارة، واش ثقيلة ولا خفيفة. ومن بعد كتزيدي الشعرية وفتالي كنزيدو القزبر ديالنا اللي بقى عندنا، كنستمرو في التحراك، كطلع الطبخة واحد شوية والحريرة ديالنا باش نعرفوها وجدات مبقاش فيها الماء والطحين اللي فيها طاب مزيان باش ما كتبقاش ديك الكشكوشة في الوسط. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بغيتي نشارك معكم هاد الحريرة ديالي ديال اول نهار في رمضان، ونتمنى ديروا لي لي جيم ولي لايك وتابوناو في القناه ديالي، ومرحبا بالناس جداد وشكرا بزاف.